واش غادي نقول لك اخويا، هاد الاشغال هادي ما بغاش تسالى ملي بدات، واشغال اللي هي حلزونيه بشويه، وسيرتو ان الرجاء غادي تلعب شنو اسمه لا شامبيونز ليغ، ومازال هادشي معطل ومعطل بزاف، بالاضافه حتى التهيئه ولا التصميم ديالو الخارجي، واحد التصميم اللي هو دون المستوى ودون تطلعات اللي حنا زعما تنقولوا ان كاس افريقيا غادي يكون هنا في في في, في, في كازا، والمغرب مقبل على كذلك على كاس العالم. كيف هذا الشيء مازال معطل ومعطل بزاف اخويا. تنعرفوا سي مهدي زعما التحركات ديالو في كازا زعما عطى واحد انتعاشه وواحد واحد الحركيه اللي زعما نتمنوا انها تستمر وتكون شي مؤقته هكاك، وهذا تيبين هذا الرجل هذا زعما انه باغي يخدم كازا ويخدمها ان شاء الله بزاف. اش غادي نقول لك اخويا، خصهم يسرعوا في هذا الشيء، نشوفوا الرجاء والوداد تيلعبوا هنايا يعني. حيت راه بزاف زعما ضايعين بالنسبه للرجاء للوداد، راه ضايعين في واحد الميزانيه اللي يمكن تساعدهم في هذه المشاكل الماديه اللي واقعين فيها. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجه المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.